السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هبدأ إخبارية جديدة. قبل ما نبدأ في تلك الهبدأ الإخبارية، ما تنساش تعمل لايك العظيم، يليه سبسكرايب المتين، وبعد كده فلتفعل النوتيفيكيشن بيل كي يأتيك منا كل جديد. لو لسه فاضي انزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي الفيسبوك بيج، بعمل لها فولو وبس كده. خلونا ندخل على طول في صميم تلك الهبدأ، يلا بينا. زي ما قلنا كده في المقدمة، عندنا النهاردة ثلاث أخبار من ثلاث شركات مختلفة. أول خبر هيكون من شركة شاومي، وتاني خبر هيكون من سامسونج، وآخر خبر هيكون من أبل. يلا بينا وخلونا نبدأ بأول خبر من العملاق الصيني شاومي. الخبر تحديدا بخصوص العلامة التجارية لشركة شاومي اللي هي مي، وتصريح شركة شاومي بيقول إن جميع المنتجات المستقبلية لشركة شاومي هيتشال من قدامها كلمة مي وهيستبدلوها بكلمة شاومي. طب ما كمل الاول يا ابو الحاج، ليه الغفانه دي يعني؟ بما اننا بقى جبنا سيره كلمه مي دي، فخلينا نقول بترمز لايه. على ضوء ان شاء الله، ضوء بقى مي بترمز لموبايل انترنت، وفي نفس الوقت بترمز لميشن امبوسيبل. الكلام ده حسب روايه شركه شاومي نفسها. نيجي بقى لتاني خبر، وهو من العملاق الكوري سامسونج. والخبر هو عن براءه اختراع جديده لشركه سامسونج، الا وهو شاشه قابله للتمديد. الغريب في الموضوع ان شركة اوبو عاملة اعلان عن القصة دي بقالها فترة كبيرة جدا، وانا كنت عامل هبدأ قبل كده على الموضوع ده، خشوا شوفوها، كان اوبو اكس 2021، ولكن الى الان الموبايل لم يظهر، مجرد كلام على ورق من شركة اوبو، وكان برضو نفس القصة ان هو موبايل قابل للتمديد. وبعض التسريبات بتقول ان شركة سامسونج بعد ما عملت او سجلت براءة الاختراع بتاعت الهاتف المقابل للتمديد ده، بيقولوا ان هيبقى هينزل يعني اي كلام بيتقال وخلاص، بيقول انه هيبقى اسمه جالاكسي زي رول. لكن خلونا بقى ننتظر ماذا ستسفر عنه الايام. هل فعلا هيظهر للضوء، ولا هيبقى كلام على الورق زي اوبو كده مع اوبو اكس. نيجي بقى اخيرا لاخر خبر، وهو من العملاق الامريكي شركة اب، والخبر بيتعلق بموعد اطلاق سلسلة الايفون 13 او 12 اس، لسه مش عارفين هيبقى اسمه ايه بالظبط. يعني الخبر بيقول ان السلسلة كاملة من اول الميني لحد البرو ماكس هتصدر كلها، وهتنطلق في نفس اليوم، ومش هيحصل المشكلة اللي حصلت السنة اللي فاتت بسبب الكورونا والكلام ده، ان هم كان ال 12 العادي والبرو اتعمل اعلان، وبعد كده بفترة بعدها بشهر تقريبا كان الميني والبرو ماكس. المرة دي قالك السلسلة كاملة هتنطلق في نفس اليوم. امتى بقى نفس اليوم ده يا ريس؟ التسريب بيقول انه هيكون 17 سبتمبر 2021، اللي هو تقريبا الميعاد اللي على طول ابل بتعلن فيه وبتعمل اناونسمنت بتاعتها على الايفونز بتاعتها، اللي هو بيبقى دايما في نص 9 الربع الاخير من 9، يعني بيكون دايما في الوقت ده. فالتسريبات بتقول انه هيكون 17 سبتمبر. اما بخصوص التسريبات بقى اللي على الايفون 13 وكده، فانا اتكلمت في كذا هبدأ قبل كده، هتطلع لكم فوق برضو، ممكن تخشوا تاخدوا فكره عن التسريبات بتاعت المواصفات لهذا الهاتف المنتظر. وبس كده يا ريس، خلصنا تلك الهبدة الإخبارية. ما تنساش برضو لايك سبسكرايب نوتيفيكيشن بيل كده، يعني مش هنتقل على سعادتك، بس لو لسه فاضي ممكن تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي الفيسبوك بيج، ممكن تبقى تعمل لها فولو. ونراك في هبدات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.